هلا والله بالزوار ويا هلا يومية يومية مقدمة حتى ما تملون. رجعنا وياكم من جديد. هواي من عندكم دائما يقولوا لي فرات غير وقت الفيديو ورجعه خليه الظهر. اخوان شنو المشكلة اذا صار الفيديو بالليل صار الصبح ما تقدر تشوفه بالليل، شوف الصبح شوف العصر، يعني شنو المشكلة؟ انا اتابع هواي يوتيوبرية ومرات يعني منو مو شرط اللي علي اني اشوف الفيديو مالهم اول ما ينشرون، لا تقدر تشوف الفيديو باي وقت. تعالوا نشوف اخر اخبار محميتنا مال الزينه الجديده. السمانات استقرن هنا وجاي بيضا والبيض مالهن جاي القى، وهذن السلطانيات على طلبكم قلتوا لي فرات شيل الكفشه مال النثيه فشلتها، بس هسه هاي اليوم شو اشوفها عدها قحه، يعني قاعد قح وخشمها يصوب على ما اعتقد انه بداية تنفسية. شوفوا شلون، فاتوقع انه بداية تنفسية وهذا اصلا مضروب تنفسية، فانه ردت علينا السالفة وهاي مو خوش سالفة، لان هي اصلا سالفة تعبانة. عرفتوا شلون سالفة تعبانة؟ فيدي حاليا جاي اجرب علاج جديد اللي هو علاج طبيعي اللي هو الثوم والليمون، بس بطريقة علمية اكثر. عرفت شلون؟ اللي هو هسه اول تجربة، هسه قبل شوية جهزته، لانه الثوم يحتاج حسب هذا اللي سمحته انه يشرح الثوم، فقال انه يحتاج وقت يلا يتخمر وبعدين اضيف عليه الليمون، فان شاء الله بس راح يشتغل عندي هذا العلاج اكيد، خو ما راح ابخل عليكم لو راح نصنع من عنده ونبيع، لا راح نطرحه لكم ان شاء الله. بالنسبه للدجاج الزينه راح يصير التغذيه مالتهن ابحد نهائيا عن هاي المزرعه مالتنا الثانيه، هاي شوفوها نهائيا ابحد، هذا راح نشتغلهن ان شاء الله كله بروتين وتاج الاوائل، حتى ما تكون بعد عدهن حجه ويتمرضن، لانه اكثر ما يعني اكثر الاخوان المربين دجاج الابراهيم وهاي يعني الدجاج الزينه بصوره عامه قالوا لي يا ابو فرات لازم انت تخلي للدجاج اعلاف جافه، لانه وحتى انه ايش قد شفت مربين هواي دخلت على اليوتيوب، وانا دائما ادخل اطلع اشوف ياهو مثلا عنده معلومات هم من الممكن انه تخدمنا. شفتوا السمانه؟ خرب يوم هو انت تروح وهي مقصوصة. تعالوا ما ادري وين راحت هي. تعالوا شوف. هذا الفحل هذا. بس هي وين راحت؟ ذيش. يلا عباس يلا عافية. يلا جيب. تعي ولش تعي، وين تي الشردين؟ وين تي الشردين؟ شوفوا جناحاتها مقصوصات، شوفوا حتى الفحل والنثي انا اصلا من اشتريتهن هن مقصوصات، بس ما ادري ليش طارت هيجي، والله ما ادري. جبت هذا مكسور لان احد المتابعين يعني دزالي فيديو عنده بالبيت انه نفس هذا السمان كاركع على البيض، فانا يعني استغربت قلت له معقوله خاف ملكي هذا؟ قال لا هذا نفس اللي عندك، فهسه احنا هو مسوي لهم بيت يعني، فهسه احنا راح نخلي لهم هذا هيجي. عرفت شلون؟ هيجي واخلي ببطنه هسه تراب حتى بلكي مثلا يظلن بيضا هنا، بعد ما راح اشيل البيض حتى يظلن هنا يرقدن عليه، فخلي نجيب تراب. تعالوا جبنا تراب هذا من الارانب حتى شويه بارد. سمعتوا الذكر جاي يدور عنا في حسباله؟ شنو ردت طلعت؟ معقولة ردت طلعت؟ لا والله ذيك حسباله بعدها طالعة قاعد يصيح عليها. شوف راح يلا صيح، ما يصيحها. يلا يا معود حجي، ماكو، ظل مو صوتك. اجي شافها كانت لابده اياها هنا هي. اجي تعي ولش تعي وين تردين ترحين؟
قاعد سمع قاعد سمع الحاشيه انتم ما تسمعون. وين تردين ترحين؟ ها؟ اوقف اوقف انا اعلمك اليوم انا اعلمك. بعد عفو خليك يقتلها يشوف سوي ليش تطفر منه وتشرد. لازم متعاركين. فانه نرجع لموضوعنا. انه ليش الطيور جاي اكثر شيء تنضرب تنفسيه؟ فقالوا انه بسبب الاعلاف اللي قاعد تعطيهن نيال بيهن ماي. انا الصراحه قلت لكم يعني صار اللي هواي جاني هنا البراهما. والسبب اللي صار عندي هو سبب التنفسيه اني هو يعني هذا النايلون كنت مغطيه قلت لكم كلكم وطلعت لنا بالبرودين ضربن الطيور. فعلى العموم انه راح نشتغلهن مثل ما قلنا انه علف. شوف هذا شوف هذا ما شاء الله. بس المشكله يا اخوان هالتنفسيه اكثر شيء وهي اللي عدت باقي القطيع مال الابراهما هي هاي. فهسه يعني تقريبا صحتها زينه. نستمر على هذا العلاج اللي هو العلاج الطبيعي الثوم والليمون وان شاء الله اذا طابن راح اقول لكم شلون تستخدمونه. نخليهن فد 6 ايام 4 على ما يطيبن. وعندي عندي بعد العرب كم وحده من هاي افراخ السعديه دائما يسالون عليها اللي هو ذاك فرخ وهذا فرخ وهذا فرخ وهذا وذاك وبعد وين هذا واحد. هذا كلنا افراخ سعديه. هذا بي تنفسيه هذا ما بي هذا بي تنفسيه. اثنين من افراخ سعديه بي تنفسيه اللي هو هذا وذاك. عرفت شلون؟ فان شاء الله بلكي يشتغل عندنا هذا. بس ان شاء الله يشتغل لانه هسه انا ما حخليت يعني ما تخليون الريحه مالته شقد قويه. فان شاء الله ان شاء الله يشتغل عندنا حتى نطرحه لكم. هذا الشويب هنا الشويب كبر النسل ماله والراس ماله شوفوا طلع له ريش. بعد هاي الحمره ما راح تشوفونها راح تتغطى بالريش. والذيل ماله هذا فان شاء الله راح يصير حلو منه ورايح بعد ما بدل الريش ماله تقريبا نصه تشيني. شوفوهن ما شاء الله. البارحه رحنا انا وصديقي وجبنا فحل ب 30,000. الله شاهد جبنا فحل معدل ب 30,000 يعني فحل ابو. ما اعرف شنو السبب انه هيش رخيص. بس حسب ما سالت اللي اشتريت من عنده هذا قال انه هسه الوقت جو شي حار اكثر الجنايه تبيع الحلال مالها بارخص الاسعار لانه يموت يعني اكثر الطيور كلها بصوره عامه. ما نختصر على الوز او الباط او البطيات بصوره عامه. لا انه الحلال هسه بهيك جو يموت. ليش؟ لان الجو حار. فقال يبيعون وبالتاسع راح تصير الاسعار نار بالنسبه لكل الطيور هاي حتى الدجاج. الله بالخير. تعالوا 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 انفتح يا سمسم. جبتين بالشط وهسه هاي جيتي وجبت لهن هاي العشبه. بس خل اراويكم ان شلون يحبنها. بس شوفوا باعوا الخضيريه. تعالوا نذبهن بالماي. تعالوا اها شوفوا هي صدق شويه وسخه بس يلا. حتى البط شوف 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 باع باع ذني شل شو اسمه زائد هذا النية. تعالوا خلينا ننزل لكم البطيات. تعال بعد اكو عشبه ثانيه اللي هي حق ما قلت لكم حطينا اناره. شوفوا ايش جمال عاشت ايدك فرات وايديكم عمي والله يستاهله والله يستاهله. شفتك فشها مرتين ثلاثه اربعه ظل يكفش بيها. الشغله جيد ناجحه. بقى هذا ان شاء الله. يلا 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 لا 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 يلا لا لا يلا لا 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 يلا يلا جبت لك طحالب. يلا والله جبت لك طحالب ما مصدقات والله. روح نشوفه نروح هسه شيء. خلي واحد معك شيء تشيك. اي اي خلي واحد خلي واحد بعد خذي هذيش جيد. يلا 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 جيد جيد. شافن 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 بس خوش والله. البط البط خلصنا. شوف شوف جيد. البطريق نزل. هاي الخضيريه راح تنزل نثيه. يلا الف عافيه. حتى انه اليوم بيضن اثنيناتهن سوا. عرفت شلون؟ فهسه هاي بيضه شوفوا شوفوا هسه توني شفتها وذيش الثانيه ذيش الثانيه هاي مال الابراهما. شوفوا هذا هو الابراهما الاصلي الفول مواصفات. عرفت شلون فول مواصفات؟ يعني تخيلوا انه هسه هذا فرخ ترى هذا بعده فرخ.
تقريبا عمر 7 أشهر هيجي او 8 أشهر، 7 أشهر يعني، هن هذني خواته اللي شفتوهن كانوا الموجودات. فشون تعرف الاصلي؟ دائما الاصلي انه يجي عرف ما عنده، عرفتوا هذا الاحمر، هذا الاحمر فوق الراس يصير، هذا ما عنده يعني يجي مسح. فهسه هذا قاعد تشوفونه شلون مسح. فان شاء الله بعده يعني بعد ما لحد الان هو لسه ما يعوعي وحجمه ما شاء الله يعني، فان شاء الله بس يبدي يكبر راح تشوفون الحجم. رجعنا وياكم هنا يم الحمام. الحمام مفتوحات مثل ما قلت لكم 24 ساعة، بس هسه هنا ما يطيرن. هل راويكم الفرق مال الحمر؟ شوفوا شين هذا، خرب يوم وغير لون هذا، شين ها؟ شين هذا؟ ازرق شين؟ لا احمر، احمر احمر بس غير لون. والله يمكن يطلع احمر نفس اخوه. وين اخوه ذاك؟ شوف هذا اخوه احمر صافي صافي كلش. خوش رسي ذبن هذا الحلوات والله، بس انه هم مو الي، اللي هو هذا الفحل وذيك النثية. شوف هذا اني مو الي، ولد خلاهن عندي، قال خليهن عندك لانه انا حاليا عزلت الحمام بعدين اخذهن منك، فخلاهن عندي. وهساي فرخن، هذا الفرخ اجا وياهن يعني الطانية وياهن، وهذا يعني هواي زرقت البيض من عدهن جوا الحمام، بس يطلع الفرخ ويموت. لان قلت لكم يعني شوي واهس ما عندي بيهن، لان الحمام بالصيف ما منه فايده يعني، ما عندي واهس هواي بالحمام، لانه احنا هنا الديره مالتنا يعني اسولف لكم انه قبل كانت الوادم كلها تجيني طيور، فكان اكو بيهن يعني شغل ونسه هيجي. فهسه لا يعني الوادم اكثريتها تركت خلاص، كل ما التهب شغله فصارت يعني الهوايه شويه ممله. وزائدا انه هسه قامت يعني ياهل يجي يربي وخربوا هاي الهوايه الحلوه. فهسه هذا ابن الحمر شوفوا، خلي نرجعه. ولعيونكم بعد ما راح اشيل البيض وذبه حتى نكاثرهن حتى تتونسون عليهن، اللي هو البيض مال الزاجل والكينج. هذيك نثيته شوفوا، ذيك هاي نثيته، وهاي هنا هاي مات على البيض ما راح اشيله، خلي فقسن. هاي هنا بعد ما بيضت، هنا الزاجله صار لها فتره قافه مبيضه، لا الله يساعدها بيضت بيض ما صاير. فهسه هاي مثل ما شفت الحمام، وهذا الحمامات اخوي، هذا الحمامات مالات اخوي شوفون. رد هنا ما ادري شو يخليه هناك، يعزل الفحل يظل يقر يعني يريد طيره، خليه هنا ماكو. فوالله ما ادري يراد يجز يعزلهن بخانات. اللي هنا يا حبايب قلبي ننهي وياكم الفيديو مال اليوم، لا تنسونا من اللايك والاشتراك، عذرونا على هذا الفيديو القصير لانه اخوان بالشغل هاي صاير لي يومين، وطاح التليفون من عندي وانكسر الحمد لله والشكر باللزقه ولا بالشاشه، وانه بصمتتنا الشمس وطحت هناك بالشغل والله. ف يعني بالقوه انه قدرت اليوم اسوي لكم فيديو، فاعذرونا ان شاء الله الفيديوهات القادمة أحلى وأجمل وأودعناكم.